مساء الخير عمر، اهلا اهلا بك بك ابي لال، عمر. اهلا بك هاجر. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. اذا اقصي المنتخب الوطني لكره اليد بنتيجه ثقيله امام نظيره التونسي في المربع الذهبي، ما جعله يفقد رسميا تاجه القاري ورقه في الموضوع. مع محمد قريشي. بعد هزيمته أمام المنتخب التونسي الشقيق بنتيجة 27 مقابل 18 إصابة في الدور نصف النهائي من منافسة كأس الأمم الإفريقية، ضيع المنتخب الجزائري لكرة اليد رسمياً تاجه الإفريقي في مواجهة شهدت سيطرة نسور قرطاج على أطوارها منذ الدقائق الأولى، ليفشل رفقاء بركوس في بلوغ المشهد الختامي والمنافسة على التاجي الإفريقي، وكذا تأشيرة أولمبياد ريو 2016. المباراة هذه تاع اليوم نسيناها، لازم ننساها في اللحظة باش نبقاو نفكروا في مقابلة الغد بين الفائز بين مصر وأنغولا، يعني وكيما تكون أنغولا، لأن الهدف المسطر قبل المجيء إلى بطولة أفريقيا هذا كان ألا وهو الذهاب من بين الثلاثة الأوائل إلى كأس العالم 2019. هزيمة وإن جاءت قاسية على رجال بوشكريو الذين دفعوا ثمن تأخر التحضيرات، ما انعكس على الوجه الشاحب الذي قدموه في هذه الدورة، غير أنهم لم يضيعوا بعد فرصة التواجد في مونديال فرنسا 2017 الذي يحفظ ثلاثة مقاعد من القارة السمراء، سينافس خضر الكرة الصغيرة على واحد منها في المباراة الترتيبية